بكم مرة ثانية مشاهدينا الكريم، نتواصل معكم في صباح الشروق في هذه الحلقة نتمناها تكون متميزة ومختلفة، ونصلي ونسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. نثر التراب على رؤوس الحسد وسرى وقد وقفوا له بالمرصد، قولوا لأعقلبي مغلول اليد أنف الشقي ببغض أحمد مرغم فبحقه صلوا عليه وسلموا. نعم. صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكل الفؤاد وقد تمادى، أو كل الفؤاد وقد تمادى غمه، ما لي أراك مسحدا مهموما، أو ما علمت بأن ربك غائل، صلوا عليه وسلموا تسليما. نخصص هذه المساحة الحديث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، والهجرة النبوية حدث تاريخي وذكرى ذات مكانة عالية جدا عند المسلمين، ويقصد بها طبعا هجرة الرسول من مكة إلى يثرب سابقا، واللي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة. وسبب هذه الهجرة معنا داخل الاستوديو الحديث عن هذا الموضوع وعن صفات وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيخ هاشم الريح الزنهوري. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير عليك، وكل سنة وانت طيب. مرحبا بك ومرحب بالفريق العامل ومرحب بالمشاهدين، وإن شاء الله ربنا يجعلها سنة خير وبركة علينا ورحمة إن شاء الله تعالى. أيضا نرحب بالمادح أبو بكر عبد الله الحبر الذي أيضا سيجمل هذه المساحة إنشادا ومدحا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك، صباح الخير عليك. مرحبا بك، صباح الخير عليك وعلى الشعب السوداني جميعا، وكل سنة الشعب السوداني بخير ويعم السلام والاستقرار في جميع بلاد المسلمين. اللهم آمين. طيب، بما أنه المساحة مخصصة للحديث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والهجرة النبوية، خلينا نبدأ يعني هذه المساحة بمدحر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع المادح، تفضل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والمقام يطول. هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تزيل. هذا الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيه إذا الحبيب يقيل. هذا غضيب النخل لما هزه، فإذا الغضيب مهند مسلول. هذا غضيب النخل لما هزه، فإذا الغضيب مهند مسلول. هذا الغزالة كلمته وسلمات، وكذا البعير أتاه وهو ذليل. يا ربي إني قد مدحت محمداً
فيه ثوابا بالمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. صلى الله عليه وسلم. شكرا لك كتر خيرك. يمكن أحمد شوقي يعني الشاعر المجيد والمجيد قال: ما جئت بيتك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء. شيخ هاشم الريح سنهوري، نتحدث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير جدا من الباحثين في التراث الإسلامي وفي الأدب الإسلامي وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى الهجرة من مناظير مختلفة ومن زوايا مختلفة، يعني على أهمها إنه هي جاءت نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وأيضا لتؤسس للدولة الإسلامية، لتؤسس للإسلام بشريعته، بحقوقه، بواجباته، بأخلاقه، في دولة يعني يتعايش فيها الجميع تحت ظل الشريعة. لكن دعنا نبدأ بما الذي حدث قبل أو قبيل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر. صلى الله عليه وسلم. في تلك الأوقات اشتد الأمر على نبينا صلى الله عليه وسلم، اشتد الأمر شديد، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كما سنعرف حصر في شعب بني هاشم، وداخل الشعب أو بعد الخروج من هذا الحصار مات عمه أبو طالب، وماتت التقية النقية الشريفة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاه، حتى أن الباحثين سموا هذا العام بعام الحزن، لأنه كان عام حزين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واشتد أذى الكفار على المسلمين، حتى أن الكفار كانوا يخرجون بأهل التوحيد كبلال بن أبي رباح وغيره، يخرج بهم لصحراء مكة في اليوم الصائف، فيوضع بلالا على الرمل الساخن، ثم يوضع عليه الحجارة، ولكنه لم يرتد عن دينه وهو ينادي: أحد أحد، صمد صمد. اشتد الأمر عليه. فدي أحداث كثيرة. قبل الهجرة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعاني منها داخل مكة، أحداث رهيبة جدا جدا كما رأيت إن شاء الله. وبعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح آفاق أخرى بالخروج من مكة كما سنعرف إن شاء الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لأذى يعني جسيم من قريش وأهل قريش، خاصة زي ما ذكرت بعد وفاة أبي طالب. لكن خلينا نتكلم برضو عن الحروب الاقتصادية كمان اللي شنتها قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بلا شك اجتمعت قريش وقرروا مقاطعة مش النبي بس صلى الله عليه وسلم، بل مقاطعة بني هاشم كلهم. فقاموا بني هاشم اللي هم آل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيع شراء مزاوجة مصاهرة أخذ عطاء، يعني حصار اقتصادي. فحبسوا في شعب بني هاشم، المنطقة اللي فيها بني هاشم حبسوا فيها. في هذا المكان يعني تعب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعب شديد. أبو عبيدة بن الجراح بيحكي لنا فيها، قال: خرجت لبعض حاجتي. سيدنا أبو عبيدة خرج لبعض حاجته، فقال: فسمعت قعقعة تحت قدمي، فإذا هو جلد، سمع له صوت بتاع جلد تحت كرعينه. قال: فأخذته فغسلته فأكلته، لأنه الصحابة أكلوا الجلود، وصلوا مرحلة من الجوع، وصلوا مرحلة يعني بعد الحصار جوع شديد، ووضع هذا الجلد على النار ثم أكله. وأكلوا أوراق الشجر. وكانت الشريفة التغية النغية العفيفة الكريمة ستنا خديجة رضي الله تعالى عنها بتشتري السلع التموينية بالسوق السوداء، ولذلك خرجت من هذا الحصار
وهي لا تملك غير ربها جل جلاله وتقدست أسماؤه. فكانت أيام الحصار أيام شديدة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعت كل القبائل على مقاطعته خصوصا قريش، ووضعوا صحيفة بتاعت المقاطعة داخل الكعبة المشرفة أنهم لا يبايعوا بني هاشم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، وبدوها ببسمك اللهم. زمان ما بيكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، لأنهم قالوا هم اللي قالوا لسيدنا النبي نحن لا نعرف من هو الرحمن، ولذلك كانوا بيكتبوا بسمك اللهم. فكتبوا بسمك اللهم وبعده غرروا هذه المعاهدة الشريرة، فأرسل الله تعالى الأرض فأكلت هذه الشروط القاسية على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أكلت كلها وما تركت إلا أسماء الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بواسطة جبريل أخبرهم قالوا أمشوا كل صحيفتكم، كل المقاطعة فيها مقاطعة الدم ومقاطعة الجنس والرحم وغيره راحت ما موجودة في الصحيفة، لأنه أرسل الله تعالى هذه الدابة الضعيفة وهي من جنود الله تعالى، فأكلت ما فيها من الشروس الغاسية على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فدخلوا فاستغربوا وجدوا فعلا أنه الأرض أكلت هذه المعاهدة الشريرة ولم تترك سوى بسمك اللهم. فالأمر قبيل الهجرة كان أمر صعب جدا. أبو بكر حنجيك مرة ثانية لنسبح أيضا في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتفضل. سمى الله العبيد جر القصيد وتغنى برغبة وشهود حال سريع ما تنى بجاه الرسول عند الكريم نتمنى آخر اليوم نموت على الكتاب والسنة سند بالرسول أحمد إمام السنة بين المسلمين يقسم نعيم الجنة شافع المذنبين يوم النهار برنا المولى الكريم أعطاه من ميلاد الرسول في مكلل يا هلا النهر فقد والنار حالا شنا القصر انهدم شراف شاف البنا رئيس الكافرين اصبح طفطف جن قالوا المشركين هذا الغلام محنا ومهما نحكي قول يعلم كلامنا القنا كيف الرايد حين هذا الامر لومنا وخيب على دقون الكل ندبوم إبليس إبليس قال لهم يا غمر راجلنا وسوى سحار بقبضة تراب خجل نومنا الجميع وعبنا ما عجلنا سكا أمك قالوا تعبنا وذجلجل يتلم الصباح قالوا الأمر لومنا ومن كافة عباد تصنامنا إذ عطل رايكم تمموا لا يكشفوا باطنا لمولاد غريش النخل منه وطن قال ليهم سراق الغاري نحن وصلنا وفتشناه زين شي فيه ما حصلنا الراي يرجعوا في بيوتنا ناخذ صلنا خبر كان بعيد وكان قريب يوصل آيات الرسول الحب زين ما كنا داخل في الفؤاد من الطفال ساكن
الصيد النفور يرتع قريب يدنا يشكيل البعير يبكي ويرتف الحن آي قال الراوي في دار الخزاع نزلنا وبيح البشي بيها العشفاء استأذن مساها الرسول مجهودنا كله بذلنا أعياءنا الحليب حتى الأواني وزن يتوجه مدينة فيها جات منا وبخبر القبائل كلهن علما لاقوه السعاد قالوا له بك منا يا أطيب الأصل بك طبنا وطاب زمن صلى والسلام عد النبات للحنا الصلى والسلام ترضي الرسول مخزنا بآل الجميع وأصحاب الأحي السنة يلقى أبا بشريع جوار بطن الجنة صلى الله عليه وسلم عليه الصلوات والتسليم. نرجع نتواصل للحديث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ هاشم يمكن تكلمنا عن الأحداث اللي حدثت قبيل الهجرة والحصار الاقتصادي العالم منه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويعني صمود عجيب من الرسول ومن بيت أهله وداره. نتكلم شوية عن أسباب الخروج للطائف. طبعا زي ما قلنا اشتد الحصار على نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا بعد ما خرج من الحصار الاقتصادي ويعني وقفوا الحصار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قاموا عملوا له إغامة جبرية داخل مكة يعني ما يخرج من مكة ومتابعينه عشان ما يخرج من مكة ولكنه صلى الله عليه وسلم غرر الخروج إلى الطائف فخرج معه مولاه زيد بن حارثة إلى أن وصلوا الطائف والطائف منطقة جميلة بتسكن قبيلة اسمها ثقيف فهو خرج للثقيف ده عشان يدعوهم للإسلام غير أن ثقيف ما أكرموا إفادة النبي صلى الله عليه وسلم بل أغروا به السفهاء والعوام فرموه بألسنة بذية وحصبوه بالحجارة حتى خضبت بالدماء إعلاه يا من مشى لهم رفضوا دعوته بل استهزأوا منه صلى الله عليه وسلم ولموا ناس الشارع وعملوا صفين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوريك يعني كيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصل بهذا الدين لهذا المستوى جعلوا صفين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى نزل الدم منه صلى الله عليه وسلم فملأ خفيه ملأ عليه الشريفتين وكان زيد بن حارثة يتغي بوجهه الحجارة عن وجه رسولنا صلى الله عليه وسلم كان بلاقي الحجارة بوجه سيدنا زيد بن حارثة يدافع عن سيدنا النبي حتى قال المؤرخون أصبح كالعمود الأحمر من الدم لونه بقى كله أحمر من الدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم من كسرة النزيف يجلس فيقام يقوموا تاني يوقفوا يكونوا شغالين بالحجارة فيه حتى ألجأوه أن يدخل حائط والحائط هو بستان يعني قام دخل لبستان صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل هذا البستان رجع منه الناس العوام ديل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه المشهور اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك ولك العتب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فلما دعا بهذا الدعاء أرسل الله تعالى جبرائيل أمين السماء عليه السلام ومعه ملك الجبال فجبريل كلم سيدنا النبي قال لي هذا ملك الجبال قد أرسله الله تعالى لك عشان تأمر أن يطبق الأخشبين على سكان مكة وعلى كل من عاداك يقلب عليهم الدنيا كما كان الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دعوا أجاب الله دعاهم كل الأنبياء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم
الرحمة المهداة، قال عنه ربه جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رفض هذا الاقتراح ورفض هذا الحل، وقال: بل أسأل الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يتولى دينه. والآن الذاهب إلى الطائف يرى ويسمع الآذان في كل زمان، هذا كله بفضل رحمة المحمد الأعظم صلى الله عليه وسلم. يعني أحداث كثيرة صاحبت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعلمنا أنه الهجرة دي زي ما ذكرنا قبل هي دائما بدايات، يعني وهي فرصة أخرى لكي تبدأ أكثر قوة وأكثر ترتيبا. يمكن سبقت الهجرة إلى الحبشة أيضا كانت فرصة أخرى للإسلام والمسلمين ولصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيها الكثير من الدفع المعنوية لهم. يعني نتحدث عن الاجتماع في دار الندوة، ما الذي حدث في هذا الاجتماع ومخرجات هذا الاجتماع؟ لعل البعض يعرف بعض الإضاءات فيه، لكن شنو ما بنعرفه نحن فيما حدث في دار الندوة؟ ما هي دار الندوة أيضا؟ دار الندوة هي ذات شنو زي ما قالت بنتنا. وحقيقة طبعا الهجرة زي ما قالوا المشايخة هجرتان، هجرة أمن وهجرة إيمان. هجرة الأمن كانت للحبشة، وهجرة الإيمان إن شاء الله نحن الآن بصددها، وهي هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الصحابة إلى ديار الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الطائف، وعندما أراد الدخول لمكة، يعني كان ما في طريقة يدخل مكة، لأنه زي ما قلنا قبل كان في إقامة جبرية على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والآن هو راجع ومعه مولاه زيد بن حارثة، داير يدخل مكة، ما في طريقة يدخل مكة لأنه خرج من دون إذنهم، لأنهم عاملين إقامة جبرية له. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للمضعم ابن عدي، وكان على كفره المضعم، رسل له وقال أنا داير أنزل في جوارك، يعني دار انزل في حمايتك. فقام المضعم بن عدي وافق أنه يجير النبي صلى الله عليه وسلم، وسلح أبناءه وأعلن في قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم نازل في حمايته فلا يتعرضن له أحد، وأولاده كلهم حملوا السلاح وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبنائه الصحابي الجليل جبير بن مضعم وهو صحابي جليل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى هذا الموقف للمضعم بن عدي. ولذلك عندما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وطبعا مات 70 من الكفار وأسر 70، فالأسارة يا من جابوهن للمدينة المنورة، سيدنا النبي قال: والله لو كان المضعم بن عدي حيا وأجارني في هؤلاء، أو استأذنني، أو يعني استسمحني في هؤلاء، يعني كان عفيته له. سأل المضعم عشان ما نسى له جميله أنه يعني دخل في حمايته مكة المكرمة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالكعبة المشرفة، وبعدها اجتمعت قريش، اجتمعت في دار، هذه الدار تسمى بدار الندوة. فما هي دار الندوة زي ما قالت بنتنا؟ دار الندوة هي دار قصي بن كلاب. وغصي بن كلاب ده يا أخواننا يعني جد من جدود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي في زمانه انهدمت الكعبة فبناها على قواعد إبراهيم. فما هي قواعد إبراهيم؟ وهل قواعد إبراهيم تختلف من القواعد الموجودة الآن؟ أيوة نعم، سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما بنى الكعبة بناها شكلها مستقيم، أما من الجهة الأمامية جهة الحجر شكلها دائري زي نصف دائرة. فده البنى غصي بن كلاب ده بناها يا من انهدمت بنفس الطريقة. طيب قريش ليه بنتها مكعبة؟ لأنه قريش أخواني يا من انهدمت الكعبة بالسيول الأبطحية، أو قيل أن امرأة جاءت تجمر الكعبة، تجمر يعني تبخر، تعمل بخور، فتعلقت النار بالستر فانحرقت الكعبة، احترقت الكعبة. فقامت قريش اجتمعت، والكلام ده في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 35 سنة. فاجتمعت قريش وغرروا أن ابن الكعبة، فبنوا الكعبة مكعبة ليه؟ لأنهم قالوا ما حنبني الكعبة إلا من أحل الأموال، لا يدخل فيها مهر بغي ولا أموال ربا ولا أموال إلا الأموال التي يضمن صاحبها حلالها. ولذلك قصرت بهم النفقة فبنوا بشكل
مربع، واشاروا الى الحجل بالاشاره اللي انت بتلقاها وانت طائف، ولذلك ما بيجوز لك تطوف من داخل الحجر اللي هو اسمه حجر اسماعيل، لازم تخرج برا ليه؟ لانه دي حدود الكعبه القديمه. قصيده عنده دار، هذه الدار لكثره ولفرط محبه قريش لهذا الغائد العظيم من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم، جعله داره التراثيه دي مكان للاجتماع. وكانت قريش لا تسمح بالدخول لدار الندوة أو دار غصي بن كلاب إلا لمن بلغ 40 من عمره من القرشيين بس، ما باقي الغبائل إلا القرشيين، ومن القرشيين الذي بلغ عمره 40 سنة. فقاموا اجتمعوا، وهم مجتمعين طرق الباب رجل، فلما فتح له وجدوه رجلا يعني شائبا سمانيني من نجد، ولكنه ليس برجل، إنما هو الشيطان جاء في صورة الشيخ النجدي. قال لهم دار أخش معاكم؟ قالوا لي لا، هذه الدار لا يدخلها إلا قرشي. قال لهم أنا صاحب تجربة وخبرة وحانفعكم في 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 موضوعكم الآن ده واجتماعكم ده. فقام دخل معاهم واجتمعوا في دار الندوة، والاجتماع خرج ب يعني ناقش له ثلاثة آراء وخرج برأي واحد. اجتمعوا ناقشوا ثلاثة آراء، كل زول قال رأيه وأخذوا رأي واحد، هذا الرأي الواحد الذي هو اللي حينفذه بعد شوية. طيب الرأي كان شنو؟ قال الله تعالى لنبيه فاضحا أمر قريش وتدبير قريش، لأنه الاجتماع كان سري. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عندما اجتمعوا قام أحد الناس وقال يا أخوانا محمد صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله قد سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وسب آباءنا، فماذا أنتم فاعلون؟ فقام واحد قال أنا أرى أن يثبت النبي، يثبت يعني ينسجن، أنا قال برا أنه النبي محمد يسجن وبعد شوية سيتفرع عنه الناس بس نسجنه. فقام الشيطان في صورة الشيخ النجدي فقال هذا ليس برأيي. كيف ما رأي؟ قال لهم إذا سجنتموه جاء أصحابه الذين يفدونه بأرواحهم فيخرجوه من السجن، فده ما حل، شوفوا لكم حل غيره. فقام آخر فقال أرى أن يخرج أي ينفى خارج البلد خارج مكة. فقام الشيطان مرة أخرى في صورة الشيخ النجدي فقال لهم وهذا ليس بالرأي. قالوا لي لماذا؟ قال لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن محمد إذا خرج جاءكم غدا بجيش عرمرم فاستلم مكة، ما في خروج، لأنهم يعلمون تماما أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بجماله الحسي والمعنوي جذاب، زي ما بقولوا أخوان الآن عنده كاريزما عالية، كاريزما الأنبياء. ولذلك قال شاعرنا علي وفا لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد، أولو رأى النمرود نور جبينه عبد الجليل مع الخليل وما جحد، لكنه نور الإله فلا يرى إلا بتوفيق من الفرد الصمد. النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه أحد إلا أحبه، أي زول طالب الحقيقة إذا رآه أحبه، فالإخراج ما منه فايدة. شوفوا لكم الرأي تاني، النفي ما منه فائدة. فقام أبو جهل، وكان اسمه أبو الحكم لكن سيدنا النبي سماه أبو جهل لأنه كان عنده حكمة، ما كان أورد نفسه وأتباعه إلى النار، ما عنده حكمة ولكنه أبو جهل. فقام أبو جهل فقال أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا فتيا جلدا ثم يجتمعون على محمد فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بني هاشم لا يستطيعون بأخذ الثأر فيرضون بالدية. قال نجمع لنا من كل قبيلة، وهذا هو الرأي الذي نفذ، نجمع من كل قبيلة شاب جلد اضربوا سيدنا النبي في نومه صحيح يا حبيبي يا محمد فيموت النبي ويتفرغ دمه في القبائل. بنو هاشم اهله يا من يجي يطالبوا بالدية يا من يجي يطالبوا بالثار، ولما خلنا قتلوا ناس كتار حتقتلوا القبائل كلها ولذلك سيرضون بالدية. فقام الشيطان مثنيا على هذا الرأي فقال نعم الرأي رأيك،
نعمل بالرأي ده. فقاموا نفذوا الرأي، ولكن سبقهم جبريل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل اجتماع صغير مع علي بن أبي طالب، وأمره أن ينام على فراشه الشريف المبارك وأن يتغطى بثوبه الطيب المبارك. وقبل ذلك سلموا أمانات الناس، لأن سيدنا النبي كان البنك في مكة المكرمة. أمانة كلهم بيعرفوا أن سيدنا النبي أمين، مش أمانة وإنما أمانة وبركة. سيدنا النبي كان مبروك، بيجوا الغرشيون يضعون أموالهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنقص درهما بل تزيد بركة. فقام جاب سيدنا علي بن أبي طالب ومسكوا أمانات الناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ونام علي بن أبي طالب على فراش رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا حبيتوا نعمل وقفة صغيرون نسمع علينا مدحة فعلا نسمع من المادح مدحة ونرجع نكمل. هم بالحبيب محمد وزويه إن الهيام بحبه يرضيه. هم بالحبيب محمد وزويه إن الهيام بحبه يرضيه. يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها إما تجسمك فالهوى يحييه. أكثر عليه من الصلاة فإنها نور لقبرك عندما تأويه. أكثر عليه من الصلاة فإنها نور لقبرك عندما تأويه. جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه. فكيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. قلب تعلق بالنبي وآله فبحقهم وبجاههم يا رب لا تخزيه. عيسى وآدم والصدور جميعهم هم أعين هو نورها لما ورد. لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد. أو لو رأى النمرود نور جماله عبد الجليل مع الخليل ولا عند. لكن جمال الحق جل فلا يرى إلا بتخصيص من الفرد الصمد صلى الله عليه وسلم. والسلام. شكرا جزيلا لك أبو بكر عبد الله الحبر. لازم نتواصل في هذه المساحة الخاصة من صباح الشروق مع الشيخ هاشم الريح السنهوري ونتحدث عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن الرحلة نفسها يعني، والتخطيط لهذه الرحلة والترتيب. وعدد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندهم أدوار مهمة، ولعل التخطيط والترتيب لهذه الأدوار أيضا لم يأتي عبثا يعني. نام علي بن أبي طالب في فراش رسولنا صلى الله عليه وسلم عشان نختصر المسافة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على هؤلاء الشباب الأقوياء ومعهم شيخهم إبليس. فنثر على رؤوسهم التراب، مشايختنا قالوا حتى إبليس ذاته نام معهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما قام الشباب وجدوا أن الرجل ليس بمطلوبهم فأعلنوا حصر التجوال في مكة المكرمة.
وأعلنوا عن جائزة عظيمة لمن أتى بمحمد حيا أو ميتا، لأنهم دايرينه حيا أو ميتا، لأنهم علموا أن أصحابه أصبحوا يتسللون خروجا إلى المدينة المنورة قبله صلى الله عليه وسلم، وما بقي إلا هو وبعض المسلمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونسر على رؤوسهم التراب وأعلنت الجائزة، فخرج صائد الجوائز، الجائزة 100 من الإبل لمن أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فلما قام غائم الظهيرة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق. وعندما تتكلم عن أبطال الهجرة فليس هنالك بطل مثل أبي بكر في الهجرة، كل الجماعة يعني أنت ممكن تسميهم أدوارهم ثانوية في الهجرة، لأن سيدنا النبي ليس ببطل، سيدنا النبي سيد الأبطال، لأن الأنبياء هم أسياد الأبطال، وسيدنا النبي على رأس الأنبياء رضي الله عليهم السلام جميعا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام غائم الظهيرة ودخل وذهب إلى بيت أبي بكر الصديق فطرق الباب، قيل من بالباب؟ قال محمد، ففتح له، دخل على أبو بكر. والآن أنتم يا أخواننا في بيت أعظم رجل بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق، وهو رجل هذه الليلة المباركة، الليلة التي يقول عنها أبو عمر بن الخطاب ليلة لأبي بكر، ليلة لأبي بكر خير من عمر وآل عمر، ليلة واحدة. فدخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق وقال له هل من أحد معاكم ذو الغريب؟ قال لي لا، إنما أم رومان وأهلك، لأنه كان خاطب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال له يا أبا بكر إن الله تعالى قد أذن لي في الهجرة. فجس أبو بكر على الأرض وقال يا رسول الله أسألك الصحبة. قال يا رسول الله أنا داير صاحبك، أنا داير أكون رفيقك في هذه الهجرة المباركة، أي زول تاني في مقام أبو بكر الصديق كان حيتهرب، لأنه سيدنا النبي الآن مطلوب، مطلوب بفرسان أغوياء بيقتلوا بيقطعوك حتة حتة، ولكن هذا دأب الأنبياء والصالحين ومن سار على دربهم. قال يا رسول الله أسألك الصحبة، يا رسول الله أسألك الصحبة. فسكت النبي وقال الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر للمرة الثانية، بكى في الأولى لأنه يترجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحبه، وبكى في الثانية عندما علم أنه هو الذي يكون صاحبه، فبدأ الاستعداد للرحلة. أصلا سيدنا أبو بكر الصديق كان محضر راحلتين، الراحلتين دين كان بيعلفن وواقفات ناقات نياق طيبات مباركات، ووقفن عشان يسافروا بهم. فقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من أبي بكر حتى دفع ثمن راحلته صلى الله عليه وسلم وخرج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم في جيش من الملائكة، خرجوا. وهنا قريش ضجت، في رجل من صائد الجوائز يسمى بسراغ بن مالك الجعشمي، ده صائد جوائز رقم واحد. فلما علم أن قريشا قد جعلت جائزة 100 من الإبل نادى خادمته وقال ليه رغب ليه الشارع، أي زول أي نفرين تشوفون ماشيين أديني خبر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا أبو بكر الصديق، وطبعا مرق معهم ناس تانين، عبد الله بن أريقط وكان الخبير بتاع الشارع ولم يكن مسلما، عبد الله بن أريقط وعامر بن فهيرة وهو حلاب وراعي سيدنا أبي بكر الصديق، وده كان بيجيب لهم اللبن ويمشي الأغنام على آثارهم حتى تختفي، فديل كانوا كلهم يعني من الذين ساعدوا مساعدة في الهجرة، لكن بطل الهجرة سيدنا أبو بكر الصديق. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه الكفار إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قاري ثور. قبل الغار سيدنا أبو بكر الصديق لأنه كان يحب نبينا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا كان يمشي أمام النبي ثم يمشي خلفه ثم يمشي عن يمينه ثم يمشي عن يساره، فقام سيدنا النبي سأله قال لي دشني يا أبو بكر مرة تمشي أمامي
ومرة تمشي خلفي، ومرة تمشي عن يميني، ومرة تمشي عن شمالي. قال له: يا رسول الله، أذكر الرصدة فأمشي أمامك، بخاف أن يكون في زول راصد لنا في الطريق، وأذكر الطلب الناس الساكننا فأمشي خلفك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. تقدم، جاءت الخادمة إلى سراغة، وذلك بعد الغار، حنخش الغار بعد شوي، لكن جاءت الخادمة لسراغة، لمولاها سراغة، وأخبرته أنها ترى رجلين يزول بهما السراب. فقام ركب طوالي على فرسته وذهب نحوهما. فلما قربا منهما قال أبو بكر الصديق لرسولنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدركنا الطلب، الناس الماشيين ورانا لحقونا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فصاخت غوائم الفرس في الرمل، فوقع سراقة، ولكنه زجر الفرس فقامت، ثم ركب وعدا بها نحوهما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فساقت غوائم الفرس في الرمل، ووقع للمرة الثانية وهو فارس، والفرسان ما قاعدين يقعوا من الفرس، فالوضع ما عادي أبدا. وللمرة الثالثة يقع سراقة. في النهاية نادى الأمان، قال: الأمان يا محمد. فقال له الأمان، أمنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أديناك الأمان بشرط أنك تخزل عننا، يعني إذا زول سألك أنك شفتنا ولا ما شفتنا، خزل عننا الطلب. وقال له: يا سراغة، لأن سراغة أصلا ما رجع عشان الجائزة، فتخيل ارجع مهزوم وما عنده جائزة. وده المبارك صلى الله عليه وسلم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده خالي اليدين، لكن ده يديه هدية عظيمة جدا. قال: يا سراغة، كيف بك إذا سويرت بسواري كسرى؟ قال: يا سراغة، رأيك شنو؟ كان جابوا لك سوارين كسرى ولبسوك لين؟ قال: يا محمد، كسرى أنو شروان؟ ألبس سوارات وأنا العربي ده القاعد في الصحراء؟ قال: نعم. قال: يا محمد، أكتب لي بذلك كتابا. قال: لي والله ما بصد، أكتب لي كتاب بذلك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكتب. قيل أنه أمر أبا بكر الصديق أو واحد من المعاو، عمرو بن فهيرة وغيره، كان يكتب، فكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك الجعشمي، أما بعد فإن محمد يعدك سواري كسرى، والسلام. صك صك. الآن مدير البنك المركزي إذا وقع عليك في ورقة حتمشي تصرف القروش الدائرة ولا شنو؟ وهذه ورقة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. شراقة بن مالك وضع الصق عنده وأسلم بعد ذلك، وانتشر الإسلام، وفتح الله تعالى على المسلمين المدائن. فجيء بسواري كسرى، وجيء بذهب كسرى، وجيء بأموال كسرى إلى بيت مال المسلمين، فقام أمير المؤمنين، وكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب. قال: أين سراقة بن مالك الجعشمي؟ قالوا: ها هو، وكان قد شاب وعجز. سراقة بن مالك حكاية بتاعت 22 23 24 سنة. فجاءوا، قال: أين الصك؟ صك النبي وينه؟ قال: اداك له. قال: لي هو ده الصك. قال: لي خذ السوارين. فقام سراقة لبس السوارين وبكى، قال: صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رجع. وخلونا نسمع لنا مدح الشيخ. نعم، نسمع مدح. تفضل مدح. سجل ركبه المرء لجرعاء مالك، وهل عاينوا قلبا تركت هنالك. سجل ركبه هل مروا بجرعاء مالك، وهل عاينوا قلبا تركت هنالك. فعهدي به يوم الرحيل عن الحما، وقد ضاع مني بين تلك المسالك. وأحسبه ما بين سلع إلى قبا أقام، وإلا فهو ما بين ذلك. فطوبى له مثوى بمأوى ذوي التقى، ومغنى الهدى الساري، ومسرى الملائك.
مواطن من أسرى به الله واهتدى به كل سار في الوجود وسالكي نبي الهدى هادي الورى مع دين التقى مجير البرايا من مهاوي المهالك وموصلهم جنات عدن غدوا بها مع الحور والوذان فوق الأرائك محمد محمد المبعوث للناس رحمة ومن ناس إلا هالك وابن هالك تداركهم منه الهدى فاهتدى الذي أجاب نداء ذاك الهدى المتدارك وضل الذي ألوى عن الرشد واغتدى بليل من الطغيان أسود حوالك بمولده ضاء الوجود وأشرقت ربى الأرض بالوجه الأغر المبارك وصدت عن السمع الشياطين وانبرت إليها رجوع من نجوم شوابك وخصص دون الأنبياء جميعهم خصائص ما فيها له من مشارك به طهر البيت المحرم من أذى طواف العرايا والنساء العوارك وحجة أقوام أقاموا بشرعه ونور هداه ما له من مناسك يلبون شعث المحرمين كأنما أتوا من قبور باللواء والدكادك عليهم شعار من سكينة دينهم تعمهم ما بين لاه وناسك ولا بين باد جاء يسعى وعاكف ولا بين أرباب الغنى والصعالك تساووا به في قصدهم وتفاضلوا بإخلاصهم لا بالغنى والممالك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. شكرا جزيلا أبو بكر عبد الله الحبير مرة ثانية. تواصل معك الشيخ هاشم الريح السنهوري. يعني على المحطات كثيرة جدا وعندما نتحدث أيضا عن المعجزات كثيرة ونتحدث عن يعني كثير من الأحداث في هذه الرحلة لكن دعنا نقفز إلى يعني واحدة من أهم اللحظات والملامح التي لازلنا أيضا نحتفظ بها حتى يومنا هذا أم معبد وهذا الوصف الدقيق والمفصل للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهل كان معروف عن هذه الموهبة وهذه الملكة وهذه القدرة أم أنه هي واحدة من بركات أيضا حضور النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا وصلوا إلى غار ثور ولما دخلوا الغار قبل ما يدخلوا أبو بكر الصديق قال لحبيبه محمد صلى الله عليك يا حبيبي يا محمد قال له دعني أستبرئ القارة قال له الحاجة خلينا ننظف الغار فيه شوك فيه عقرب فيه نمل فيه مصائب يا رسول الله أنت رجل تعتمد عليك أمة وأنا نفر أنت رجل أمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فدخل أبو بكر الصديق واستبرأ القار الفتحات قيل أنه قطع توبه وقال نبي حشره في الجدود الموجودة داخل القار وساوى الرمل الموجود داخل القار وقال أدخل يا رسول الله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان هنالك جحر واحد سيدنا أبو بكر الصديق خاف منه فقام سد هذا الجحر برجله ونام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معه السكينة نام النبي صلى الله عليه وسلم على رجلي أبي بكر الصديق فخرجت حية من ذلك الجحر
فجعلت تلدغ في الصديق، تعض فيه. مشايختنا أهل الزوج قالوا الحية دي ما جاءت عشان تضر أبو بكر، وإنما جاءت لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. والصديق بقفله هذا الجحر برجله قد منعها من رؤية حبيبها صلى الله عليه وسلم، ولذلك لدغته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فوجد أبو بكر يتصبب عرقا، قال له مالك يا أبا بكر؟ قال لدغتني الحية، فتفل في رجله فبرئ من وقته. ثم خرجا بعد 3 ليال من القار، كانا يشربان اللبن من بهائم سيدنا أبي بكر الصديق. عامر بن فهيرة كان يأتيهم فيحلبون ويشربون، وربما ذبحوا من البهائم. جلسوا 3 أيام وخرجوا وواصلوا مسيرهم إلى أن وصلوا إلى منطقة أم معبد الخزاعية. أم معبد الخزاعية يا من سيدنا النبي وصل، كان العرب الساعة عندنا في السودان الصباح بيقول لك البهايم الدلن. هسه شوف الناس اللي ساكنين على البحر وين بهايمكم؟ والله بهايمنا الدلن أو سدرا، أيام الخريف بيزدرا لأنه العشب بيكون فوق في الخلا، فبيمشون ياكلن في الخلا ويجي الراجعات. فالبهايم كان سدرت أو يدلت، فيا من جولقوا ما في بهايم ولا في لبن، طلبوا منها لبن. قالت لهم والله ما عندي لبن، نشتري منك؟ قالوا، قالت لهم ما عندي أصلا، غير أن هنالك زي ما بيقولوا شاة قد خلفها الجهد عن الرعية، شاة غلب المشي قاعدة هناك، و يعني زي ما قال بشريعة يا مولانا، الشاة كانت غير يعني ما والدة، يعني مس النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها فجادت باللبن، جادت باللبن، كانت مكسرة قاعدة غالبة القومة. فحلب منها النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، وسقى أصحابه صلى الله عليه وسلم، وملأ الإناء وتركه آية لأم معبد. فجاء أبو معبد فقال يا أم معبد، من أين لك هذا اللبن وليس في البيت شاة تبيض بقطرة لبن؟ قالت لي والوصفة اللي أنت بتتكلم عنه، الوصفة اللي تكلمت عنه أم معبد، هم مش كانوا وصافين بس، هم يعني كان احنا ما مشتتين ذهننا كبير، احنا مشتتين في حاجات تانية، هم مركزين جدا، ومعلوم عن اهل البادية انهم مركزين جدا وبجيدوا الوصف جدا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جماله كان لا يخفى على احد، ولذلك وصفته صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا جميلا. قالت مرة بنا رجل ظاهر الوضاءة، ما يعني انا حقيقة ما حافظ الوصف حقيقة، لكن وصفته وصف دقيق صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة قالوا كده، وغير أم معبد ما في زول وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا صغار الصحابة. ليه؟ لأن الصحابة كانوا لا يحدون النظر إلى رسوله. الصحابة الكبار ما كانوا بحدوا النظر لسيدنا النبي أدبا معه، فإذا جلسوا في حضرته صلى الله عليه وسلم قال لك كأن على رؤوسهم الطير، ما بتحرك ولا بعينه. ليه؟ ما وصف لنا النبي غير صغار الصحابة، أنس بن مالك، هند بن أبي هالة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأم معبد. كبار الصحابة ما بيقدروا يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يتمعنون ملامحه أدبا معه صلى الله عليه وسلم. طيب نتكلم بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي للمدينة واستقبال أهل المدينة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. طبعا إخواننا، سمع أهل المدينة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيخرجوا إلى البساتين، كانوا بيخرجوا يعني المدينة تحيط بها البساتين، يعني زي ما بتقول الضواحي بتاعت المدينة هي البساتين. فكانوا يخرجوا للبساتين يوميا، فإذا غام الظهيرة رجعوا، يا من الشمس تسخن شوية بيقوموا يرجعوا لبيوتهم، برجعوا تاني لبيوتهم. فيعني كرروا المسألة كثيرا، والرواية بروية لنا أنس بن مالك أنه في واحد من اليهود كان طالع على بيته فوق في رأس بيته، فقام رأى من بعيد شخصين يزول بهما السراب، فقال يا بني قيل هذا ملككم. ده النبي كوري قال لهم الناس الراجينهم جو
لانه هم كانوا بينتظروا بيرجعوا النبي ما جاء. فاليوم اللي ما انتظروا فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظهر. قبل كده يا اخواننا في حته مهمه عن المحبة لسيدنا النبي حصلت لسيدنا أبي بكر الصديق. قبل ما يدخل المدينة المنورة سيدنا أبا بكر الصديق رأى صخرة، الصخرة دي مشرفة، أحيانا بتلقى لك صخرة مارقة من جبل كده، فرام يضل وقت الظهيرة، فقام قال لسيدنا نظفها وقش منها الشوك وقال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرقد فيها. فقام سيدنا النبي رقد في صلى الله عليه وسلم رقد تحت ظل هذه الشجرة. فذهب أبو بكر صخرة. صخرة تحت ظل الصخرة. فقام أبو بكر ذهب في المنطقة شوية فوجد راعي، فقام اشترى منه لبن حليب وجاء باللبن فبرده، والنبي صلى الله عليه وسلم صحة، لأنه زي ما تعلمون النوم في النهار ما بيأخذ لك من 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة. فأعطى اللبن للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الكلام ده جيدا يا أخواننا، أعطى اللبن لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق شرب النبي حتى ارتويت، شرب النبي حتى أنا ارتويت وشبعت. يا سلام، هذا ما يحصل إلا للأمهات. ولذلك تلقى الشافع السغيروني عشان يزعل أمه يقول ليش نو والله ما أشرب لك اللبن، الله إنت اللبن تشربه لي ولا اللي روحك، لا والله ما أشرب لك، لأنه بحزب أنه بيأذيها هي إذا لم يشرب اللبن. فقال أبو بكر الصديق لأنه لصيغ بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى أبو بكر الصديق. ثم دخل إلى المدينة، رأى هذا اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم ونادى على الأنصار، قال أنس بن مالك، فتواثب الناس وبشر المبشر وبكى الناس، قال والله ما كنت أعلم أن الفرح يبكي حتى رأيت سادات ومشائخ الأنصار يتباكون بقدومه صلى الله عليه وسلم، وقد نادى الجمع برسولنا صلى الله عليه وسلم مرحبا بالمصطفى. مرحبا لا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفت المدينة به صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة أنارت المدينة صلى الله عليه وسلم بدخول محمد إليها، فصلى الله على نبينا محمد. وكل البلدان فتحت بالسيف، وإما بالجهاد، أما المدينة ففتحت بالقرآن. نعم. فصلى الله على سيدنا محمد. عليه أفضل الصلاة والسلام. تسليم، إحنا يمكن يعني وصلنا لختام هذه الفقرة، يعني هي كان فيها إضاءات لهذه الرحلة، هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وكثير جدا من الدروس والعبر. شكرا لك جدا على هذه الطريقة اللطيفة يعني المحببة، يعني تحكي هذه الهجرة. يعني شكرا لكل ما قدمته من معلومات وإفادات في هذه المساحة. أتمنى أن فعلا أيضا المشاهدين يكونوا استمتعوا بقدر يعني استمتاعنا بها، يعني وصلنا درجة السرحان إلى حد ما. شكرا جزيلا لك الشيخ هاشم الريح السنهوري، كثر خيرك. شكرا لك. المادح كمان أبو بكر عبد الله الحبري، يعني صوت رائع ويعني أداء مميز. نختم يعني هذه الفقرة بمدح آخر للرسول صلى الله عليه وسلم، تفضل. ما العز إلا للمدينة وحدها مأوى الرسول ومهبط الأملاك، علقت آمالي بها فتنزل الطوع المنى من هامة الأفلاك، ذو العرش عظم قدرها وأجلها من أجل ساكنها الكريم الزاكي، لولا شفيع المذنبين بها لما عكفت عليها العالمون أبواكي، ولما جث الملك المعظم قدره بترابها متضرعا أو شاكي، يا نفس من لي أن أزور ضريحها
لتقر من أنواره عيناك، وأمرق الخدين في حصبائها، ويشرف الترب المطهر فاك. لو لم تكوني في الكتاب سعيدة يا نفس لم تصلي إلى الشباك، ولما أمنت من الحساب وهوله ومن العقاب ومن شديد هلاك. لك يا مدينة، لك يا مدينة في الجوانح صورة، جلت القلوب لنا بها مرآك. أهوى قبابك والجبال، وسيما أحد وماءك والثرى وهواك. سبحان من جعل النبي محمدا، سبحان من جعل النبي محمدا قمرا منيرا في سماء علاك. بل كان شمس هداية عم الورى، وسراج هدي برجه مغناك. كنت السعود وكان بدرا كاملا، نزل السعود ولم يزل بفناك. وحشوت أحشائي بخالص حبه، بشراك أحشائي به بشراك. أحيا به وأعيش عيشا راضيا، وبه ختام المسك يوم لقاك. الأزهري حظوظه موفورة، أمسى سميرا شاديا بغناك. بعد الصلاة على النبي محمد ما زال تروي ديمة جرعاك. صلى الله عليه وسلم.